فلا الحمد لله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وإذ يرفع إبراهيم الإبراهيم القواعد من البيت وأسمعي. شو ما بدي أشكر من نفسي. مش خليل إبراهيم عليه السلام بل عنه ابنه الأول اللي بنو الصهيون والكنائس يكذبوا علينا. قال لك أبونا إبراهيم عليه السلام يعني قدم القربان شكون سيدنا إسحاق عليه السلام ربه. القربان ما يكون قربان إلا ما يكون الابن الأول يطلب من كان تنحره في سبيل الله. وربي قال وربك وشكر أحبابي وفديناه بذبح عظيم. وأحلى العيد الكبير نخلد الذكرى لي اللي ربي أحسن تصويرها في القرآن العظيم. القرآن كله يصور الباي والخايل أرقى تصوير لأنه كلام رب العالمين الخبير البصير.